سيادة السفير، برحب بحضرتك. أهلا كابتن شادي، ازيك ازاي وازي حضرتك السادة يا فندم؟ المشاهدين جميعا، ورب الله يحقق أمالنا كلنا. يا رب ان شاء الله. في البداية انا بشكر حضرتك على المجهود المبذول من حضرتك وتوفير كل حاجة لمنتخبنا. النهاردة عرفنا اللي كنت مع المنتخب وكان في حفل عشاء، فخليني في البداية قبل ما اسأل حضرتك عن الامور كلها اللي تخص جمهورنا ومنتخبنا الوطني، يعني خليني في البداية أشكر حضرتك على المجهود المبذول من حضرتك. الله يخليك. الحقيقة يعني أنا متأكد إن أي مصري، مش مجرد السفير، أي مصري يعني هيعمل أكتر من كده لمنتخب بلاده. منتخب إن شاء الله هيشرفنا وهيرفع راسنا، وإحنا كلنا يعني موجودين هنا ومسخرين ليه. بس عايز أوضح نقطة. اتفضل. الحقيقة أنا ما عزمتش المنتخب على العشاء، أنا حازم المنتخب إن شاء الله في يومين. أنا هنا برضو في جروة نازل في فندق زيهم، وبالتالي فأنا ضيف برضو زي المنتخب. ولكن طبعا الحمد لله يعني الأمور اللي قدرت أعمله الحمد لله. كان المحافظ بنفسه، هي أعلى سلطة في جروة، كان معايا النهاردة في شرف استقبال المنتخب على أرض المطار. الحقيقة عملوا حاجات استثنائية كتير، يعني عادة ممنوع إن حد ينزل أرض المطار، نزلونا لغاية الطيارة واستقبلنا الباشا فرد فرد، من أول رئيس الباسة سيادة رئيس الاتحاد جمال بي والطاقم المرافقين معاه وكل الأعضاء. الحمد لله يعني اطمنا عليهم ودخلوا، الجمهور كان على طول الطريق حتى الفندق. الفندق فيه برضه يعني على قد ما قلنا ان هو يعني الى حد ما متوسط او متواضع المستوى، الا ان في بعض المزايا. في حديقه كبيره جدا تمنع خالص الجمهور ان هو يكون موجود، الدنيا هاديه حوالين الفندق زي ما طلبنا التامين، مفيش اي ازعاج من اي نوع. اللاعبين الحمد لله عملوا عمليات احماء بسيطه في حمام السباحه علشان يفكوا العضلات. تناولوا العشاء في الفندق الحمد لله، وكان في برضه محاضره قام بيها الكابتن كيروش، محاضره نظريه في القاعه الرئيسيه بالفندق. وبعد كده حتى هو نفسه موجود في القاعه المحاضرات بيحضر بعض الحاجات لبكره. انا لسه جاي على فكره، يعني سايبهم من حوالي 10 دقائق بالظبط، وكانت الامور مستقره. اللاعبين كانوا دخلوا الى حجراتهم، والجهاز الفني والكابتن وائل جمعه وبعض الاخرين كانوا بيهتموا بالتفاصيل علشان التحضير لبرنامج بكره ان شاء الله. سفير رجع لنا تاني، خليني ارجع لحضرتك يا فندم فيما يخص المنتخب. انا سامح حضرتك. أيوة. فيما يخص المنتخب كان كلام كتير جدا، السفر والمطار في بعض المشاكل والامور دي كلها، كمان لما نتكلم على اللي بيوصل من هناك والاعلام بيوصله ان مدينه جروه مدينه صغيره فيها مشاكل كتير جدا، كان في تخوف على لاعبتنا من كورونا يا فندم. بحاول حضرتك حاجه، هو الحقيقه طبعا خليني اكون امين مع حضرتك. اتفضل. الكلام ده يمكن كان مبالغات من بعض وسائل الاعلام. احنا ما خدناش حوالي ربع ساعه وكنا بره المطار. وما كانش في اي مشكله من اي نوع. انا والجهاز الفني واللاعبين في القاعات بتاعه المطار، والاجراءات كلها تمت بسهوله ويسر، بما فيها اجراءات الجوازات وكل الكلام ده كله. وتم مغادرة الفريق كل بعد حوالي ربع ساعة تلت ساعة من وصوله من المطار، وده رقم يعني أو مدة قياسية الحقيقة. بعد كده الشنط اللي جت بعد كده، يعني هم اللي قاموا بإنهاء إجراءات الشنط، وده كان بناء على توصية مني، لأن ما ينفعش إن الفريق يتم قاعد مستني لغاية أما الطيارة تفضي الشنط وتيجي على السير والكلام ده كله. ما ينفعش أنتوا بقى تجيبوا لنا الشنط وتحصلوا لنا، وده اللي حصل فعلا. أتوبيس آخر بخلاف أتوبيس الفريق، وبخلاف الموكب اللي كان معمول طبعا للفريق، وكان الاتوبيس كله يعني خلاصه من الشرطه كامله لغايه اما وصلوا الفندق. فكل ده الحقيقه تم في سهوله ويسر الى ان وصلوا للفندق. زي ما بقول لحضرتك يمكن الموضوع كله على بعض، منذ هبوط الطائره حتى الوصول الى الفندق ما اخدش 30 او 35 دقيقه. طبعا ما اظنش ان في مصاعب ابدا بهذا الشكل وهذا الوصف اللي انا بقوله لحضرتك. سيادة السفير، عايز اطمن من حضرتك على المسحه اللي اتعملت الاولى، وتقال لك في مسحه ما بعد الوصول، دي المسحه الاهم
اللي فيها بقى اشاعات على الرئه والصدر والمسحه دي هي اللي هتحدد بقى الامور كلها. طمني، عايز اطمن من حضرتك على المسحه الاولى اللي هي تمت بالفعل. انا اللي اقدر اطمن حضرتك عليه ان كل اللاعبين دخلوا وكل الجهاز الفني دخل وكل ركاب الطائره دخلوا وركبوا الاتوبيس بتاعهم، وبالتالي فيبقى معنى كده ان مفيش اي حاجه تخيف من دخولهم، وبالتالي نقدر نبقى مطمئنين تماما. اللاعبين كلهم والجهاز الفني كل الناس دخلت، وبالتالي مفيش اي حاله تم اكتشافها او 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 غير كده. هو ده اللي انا اقدر اكد لحضرتك عليه. انا شخصيا مش شايف اي تخوف، خاصه من الفندق دلوقتي بقى مغلق على كل من فيه، وحتى ما فيش حد من الجمهور او من الناس مسموح بالخش، لان ببساطه شديده ما فيش حد نازل في الفندق كله غير البعثه المصريه، وبالتالي ما فيش مبرر لاي حد يخش لاي سبب من الاسباب. سيادة السفير، بشكل عام اكيد عايزين نعرف من حضرتك، هل في مشاكل في مدينة جروة؟ يعني انا ليا تجربة هناك مع النادي الاهلي قبل كده امام القطن الكاميروني، والحمد لله لما البطولة دي اخدها النادي الاهلي، مدينة صغيرة مش كبيرة، يعني مش امكانياتها برضو مش كبيرة، انا متذكر كويس جدا. ولكن بعد قصة كورونا عايزين نطمن من حضرتك، هل الكورونا منتشرة بشكل كبير ولا الكلام دوت برضو اللي بيوصل ملوش اساس من الصحة؟ الحقيقه بالنسبه للكورونا سواء في جروه او في الكاميرون ككل، معدلاتها الحقيقه متدنيه. اوميكرون المتحور الجديد لم يسجل رسميا اي حالات مصابه. زي ما حضرتك عارف ان اي حد عشان يقدر يخش الكاميرون لابد اولا ان هو يكون عامل بي سي ار في بلد السفر، وبعدين بمجرد وصوله بيتم عمل بي سي ار اخر في الميناء الوصول الكاميروني سواء كان في جاروة او في ياوندي او في دوالا. فبالتالي فكره ان حد يخش ومصاب بالمرض ضعيفه نسبيا، وان كان طبعا لا ينفي شيء، لكن انا باكد ان ما فيش اي يعني ارقام من الارقام اللي معانا. زي ما حضرتك عارف احنا في وسط افريقيا ولسنا في الجنوب الافريقي حيث ينتشر هذا المتحور الجديد، وبالتالي فما فيش اي تخوفات. وعلى فكره انا ملاحظ ان كل اللاعبين ودي واحد يلا شهادة حق، ما فيش حد منهم بيتحرك غير ولابس الكمام. يعني انا حتى التقطت بعض الصور ليا معاهم، رافض الجميع، رافض ان هو يرفع الكمامة حتى وقت الصورة فقط لمدة ثانية، رافضين. وده يدل على ان احنا اللعيبة بتاعتنا فاهمة كويس قوي الاجراءات الاحترازية ازاي، وفاهمة ازاي الموضوع المفروض يكون، وانا مش خايف عليهم ان شاء الله الامور تبقى زي الفل ويرجعوا كلهم سلام وشايلين الكاس معاهم باذن الله. سيادة السفير، حضرتك تعلم اكيد نجمنا محمد صلاح يمتلك شعبيه في كل حته في العالم، ان الجماهير بتحبه في كل مكان، اهدافه المؤثره مع ليفربول، احراز بطولات مع ليفربول، اسم كبير جدا في عالم كره القدم دلوقتي. هل في تصور معين للنجمنا، لان احنا شفنا في احد المباريات في التصفيات اول ما المباراه خلصت وقبل المباراه الجماهير بتجري عليه، والمفروض ان احنا هنحافظ على لاعب بقيمه محمد صلاح، هل في اجراءات امنيه معينه مع نجمنا محمد صلاح؟ انا يمكن ما وضحتش قبل كده، انا قبل سفري من ياوندي كنت بعمل اتصال مع رئاسه الجمهوريه الكاميرونيه مباشره، وطلبت حاجتين. اول حاجه هو حمايه الافراد والبعثه المصريه كافراد، وطلبت كمان يعني طوق امني حوالين مقر اقامه الفريق والبعثه المصريه. السبب في هذا حضرتك عارف ان الجمهور الافريقي بيحب قوي الطبول والزمور، وبالذات يعني لو حد يستعملها كسلاح قبل المباريات علشان يعمل دوشه يحرم اللاعبين من النوم. والحقيقه رئاسه الجمهوريه ردت عليا رد متميز جدا وانا فخور بيه جدا. الرد كان ان المنتخب الوطني وبالذات الكابتن محمد صلاح ده ايقونه افريقيه وليست مجرد ايقونه مصريه، كلنا بنفتخر بيها وبنفتخر بكونه افريقي. وبالتالي احنا هنعمل اقصى ما في جهدنا علشان ما يحصلش اي مشاكل من اي نوع. انا على اتصال دائم مع المحافظ وهو كذلك بيكلمني لان هو المسؤول عن التأمينات لكل الأفراد ولكل البعثات، والحقيقة الراجل مش مؤثر خالص وعلى طول على تواصل معايا، وبيقول لي حتى أنا شفت بعض الصور في الإعلام
الصور دي على الباب. قلت له ما تقلقش يا سياده المحافظ انا موجود جوه، وفعلا مش شايفين الناس دي لانها على البوابه الخارجيه من بره، جمهور بيحاول يمكن يشوف حد من اللاعبين معدي كده او كده. فمن الناحيه الامنيه يعني ما فيش ما يدعو ابدا للقلق، وهيبان بكره بقى ان شاء الله بالنسبه للتدريبات. وطبعا ما فيش شك ان اكثر اول اختبار واكبر اختبار هو عند المباراه اللي انا بتصور انها هتبقى مباراه حماسيه جدا، لان احنا على بعد 100 كيلو من الحدود مع نيجيريا، وبالتالي انا بتصور ان الساعه الغالبه للاستاد هتبقى جمهور نيجيري. نتعشم ان شاء الله يكون في جمهور مصري. انا بحاول واسع في هذا الموضوع، وسياده الوزير اشرف صبحي بيحاول من جانبه، ربما نستطيع ان احنا نعمل شيء. والبركه بقى طبعا في سياده الوزير وفي يعني الاداره في مصر انها تقدر ان شاء الله تطلع جمهور يكون موجود يشجع منتخبنا الوطني، لان يعني مش عايزين نسيبه من غير ما يكون في حد موجود من مصر جنبيه. كنت عايز اعرف من حضرتك، هو سعه الاستاد بالظبط قد ايه يا سياده السفير؟ سعه الاستاد 30,000. هي سعه واستاد مش كبير، ولكن استاد جديد وحديث لسه مبني مؤخرا لهذه البطوله. في ثلاث ملاعب اخرى مخصصه للتدريب، واحنا الملعب اللي هنلعب فيه يقعد دقيقتين يمكن او اقل من الفندق اللي البعثه مقيمه فيه. ويتحدد ان شاء الله ميعاد التدريب، بكره هيبقى الساعه 6 بعد الظهر هيبقى موعد التدريب. وطبعا الميعاد تم اختياره بعنايه، لانه هيكون في بدايه الظلام، وبالتالي يقارب نفس الموعد اللي هيلعب فيه المباراه الاولى، اللي هو هيبقى في حدود الساعه 5 بتوقيت الكاميرون، اي 6 بتوقيت القاهره، المباراه الاولى مع المنتخب النيجيري. المباراه الثانيه هتبقى الساعه 8 بتوقيت الكاميرون، 9 بتوقيت القاهره، وكذلك المباراه الثالثه اللي هتكون فيها ويندي مع المنتخب السوداني الشقيق. بكره اول ميعاد للتدريب. انا بتصور ان هيكون في تدريبات اثناء النهار لفك العضلات ولاحماء اللاعبين قبل التدريب الاساسي، اللي لن يسمح فيه بدخول الصحافه والاعلام الا لمده 10 دقائق او ربع ساعه في البدايه، ثم يخرج الجميع، بحيث ان المدرب يظهر منفردا بدون اي ازعاج، يجري اي تدريبات تكتيكيه يحب ان هو يقوم بيها دون علم الاخرين. ان شاء الله الامور تمشي كويس. انا هكون برضو موجود معاهم بكره من الصبح، عشان لو في اي احتياج نقدر نزلله ليهم فيما يتعلق باي تفاصيل. الحقيقه بيبقى في تفاصيل صغيره كثيره ومشاكل بسيطه، لكن الحمد لله بنقدر ان احنا نحلها اول باول. يعني كان في مشكله خاصه بعمليه الارسال التلفزيوني اللي مش واصل، لكن الحمد لله لقينا لها حل، وان شاء الله الارسال التلفزيوني من البعثه المصاحبه للمنتخب هتقدر تصور وترسل الصور والافلام اللي هتاخدها. يعني تفاصيل بسيطه برضو، الطباخ محتاج حاجات برضو، بيحاول نشوف ان حد يوصله للسوبر ماركت والاسواق عشان يشتري احتياجات المنتخب. حاجات كلها بسيطه وتفاصيل كثيره. حضرتك طبعا كنت لاعب وفي افريقيا، لعبت اكثر من مباراه، وعارف بالظبط الحاجات اللي بنحتاجها والحاجات اللي بتعمل مشاكل، بتبقى بسيطه ومزعجه، لكن الحمد لله بتذلل يعني على طول. سيادة السفير، احنا يعني بنشكرك جدا جدا، واكيد كمان انا عارف المجهود اللي حضرتك بتبذله كبير، واي احتياجات هيكون محتاجها المنتخب انا عارف كله بيشتغل هناك على قدم وساق ومجهود كبير من حضرتك. انا في نهايه كلامي معاك انا بشكر حضرتك جدا جدا، هيبقى لينا اكتر من لقاء ان شاء الله نطمن دايما على بعثتنا من خلال حضرتك. سيادة السفير انا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكرك جدا باسم الشعب المصري بالكامل على كل مجهود واستقبال البعثة، وما سبتهمش ولا ثانية النهاردة. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.